إذا دخلنا في رمضان ينبغي أن نقفز قفزة نوعية، وهذه القفزة النوعية يجب أن نثبت عليها طوال أيام السنة. الآن ما علاقة النصف من شعبان برمضان؟ الحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان في رمضان يجب أن يصومه صياماً كاملاً من أول يوم وحتى آخر يوم. الانتقال المفاجئ من مستوى معين في العبادة إلى مستوى متفوق، هذا الانتقال لا بد له من تمهيد، يعني نقطة هنا ونقطة هناك، لا بد من خط مائل يصعد من هذه إلى تلك. هذا الخط المائل الذي يزداد حماس الإنسان ويتهيأ ويهيئ كل شيء من أجل أن يقبل الله صيامه. نحن في شهر تمهيدي، شهر إعداد لرمضان، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر فيه من الدعاء ومن الصلاة ومن القيام ومن الأعمال الطيبة والأعمال الخيرة. على كل أثر في هذا الشهر وفي ليلة النصف من شعبان أن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام،